بهذه المناسبة الله يجزيكم بخير، واحد كلمة مختصرة باسم رئيس المجلس الإقليمي في المناسبة ديال ذكرى 23 ديال تربع صاحب الجلالة نصره الله على عرش الإسلام في الميامين، وبالمناسبة ديال الذكرى العاشرة ديال اليوم الوطني للمهاجر، لا بد أننا نرحبوا بالجالية المغربية في بلادهم ونتمنى لهم مقام طيب وعطلة سعيدة بالأهل ديالهم. وهي مناسبة أيضا أننا نعرف الأدوار الحقيقية وأننا نعترف بالدور الكبير جدا اللي كتقوم به الجالية المغربية على جميع الأصعدة. فكما يقال الصديق في الشدة، كما عرف العالم جائحة ديال كورونا وبلادنا جزء من هذا العالم، فالمساهم الرئيسي كانت هي الجالية المغربية باش يمكننا نمروا من هذه الأزمة، وكانت هادشي واضح جدا من خلال الرقم القياسي اللي تحقق في التحويلات المالية للأهالي ديالنا. لذلك لا بد من نأكدوا على هذا الدور المهم، الدور ديال الجالية المغربية في خدمة القضايا ديال المغرب، وخاصة القضية الأولى اللي هي القضية ديال الوحدة الترابية، وبالتالي نشد على أيديكم بحرارة. وكرئاسة ديال المجلس الإقليمي منخرطين في دعم كل البادرات وفي دعم كل الجمعيات اللي كتشتغل، لأن الجالية المغربية ما كتشتغلش غير في الخارج، كتشتغل حتى داخل المدينة وداخل الإقليم وداخل الوطن. فشكرا لكم جميعا، وأنا جد سعيد بحضوري معكم. شكرا سيدي.